يا ساتر. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع رياكشن. المقطع اللي راح شكرا على الدعم الرهيب اللي فيه، اقسم بالله ما توقعت. فيا ريت ما تقصرون في هذا المقطع، لايك واشتراك. وفي شيء جديد اللي هو الانتساب. الانتساب هذا هو الشرح حقه، راح يطلع لك بعد شوي. اذا ما تبغى تشوف الشرح او ما انت مهتم بالاشتراكات المدفوعه، تقدر تقدم للدقيقه اللي طالعه قدامك الشاشه. حاب اعرفكم عن شيء بسيط اضافه اليوتيوب اللي هو الانتساب. الانتساب عباره عن اشتراكات بفلوس، لكن في انواع كثيره، يعني في 5 انواع انا حاطها في قناتي، اقدر احط اكثر. حاليا هذا اللي حاطه اللي هو 5 انواع. النوع الاول اللي هو جولد، النوع الثاني هو بلاتينيوم، النوع الثالث اللي هو دايموند، النوع الرابع اللي هو تشامبيون، النوع الخامس اللي هو جراند تشامبيون. ليش سميت هذه المسميات؟ على روكت ليج، لاني احب لعبه روكت ليج صراحه، واعتذر اني ما حطيت الاسامي بالعربي لكن ما لقيت شيء مناسب. اذا عندكم شيء مناسب اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وش ميزه هذه الاشتراكات؟ طبعا هذه الاشتراكات مثلا اذا اشتركت جراند تشامبيون اللي هو ب 80 ريال راح اسوي انا جيفويات شهريه اذا كان في اشتراكات كثير، وراح تشارك في هذه الجيفويات بدون ما تقول لي انا ابغى اشترك زي كذا. مثلا في نهاية كل مقطع يكون في اسمك في اشتراكات اللي اقل منها ب 40 ريال 20 ريال و10 ريال و5 ريال. ادري طولت المقدمة لكن هذا الشيء راح يفيدني، المحتوى نفسه ما راح يتغير، يعني ما راح اقول لك اشترك عشان تشوف مقاطعي، لا، المزايا هذه راح تخليك مثلا تلعب معي في مقاطع، مثلا سويت بث مباشر راح تلعب معي في البث المباشر. فان شاء الله انكم فهمتوا شو الانتساب او الاشتراكات المدفوعة، واذا اشتركت راح تدعمني ماديا بشكل ما تصوره. فشكرا لكم من الحين وبس. طيب لقطات اليوم راح تكون لقطات مضحكة فيها اعياد، يعني فيها اعياد فورتنايت. طيب خلونا نشوف اللقطات. بسم الله. اوكي اخوي اللي سويدت لخمت انا، قلت كيف صارت في فتحة. لقطة حلوة بس بنفس الوقت واقف هو، فشوفها شيء عادي يعني. طيب اللقطة اللي بعدها بالزبلاين. اوكي اوه ما معنى هذا الشيء بسحب فيه بالغلط. اوكي ناوي كسر عليه بناية، راح طقه بالبكاكس بالغلط. ما ادري ايش الغلط هذا. اوكي اتوقع اللحظة اللقطة معدلة ولا يتهيالي؟ اه من ال ريبليز اتوقع. يب يب مو من الجيم نفسه، فاز في الجيم وهو ميت وذبح اللي ضده ما ادري شلون. والله هذه رهيبة، هذه رهيبة. طيب لاما اوكي اللي هو اللاما اوكي موجود الحين. اختفت وشلون وشلون. اوكي ها قاعد يجي العيد هذا، ايش قاعد تسوي؟ اوكي هلا ابي الجلتش بس مو هو برا الزول. الو خويه طقه بالمظله موته وشلون؟ وشلون؟ لا والله بعيد، شلون جابه؟ والله مره بعيد. اوكي يعي حظه شال هذا كد وطاح ومات، تدمج 100 بالضبط على عدد الهيل. اوكي اوكي ايش قاعد تسوي ذا؟ طيب ياخذ المظله يسد الطلقات مره حتى سنايبر، ما ادري ايش قاعد تسوي ذا. كيف شاله الطلقه مو علي يا عيال؟ والله العظيم في لقطات تحس انه ملاك على انه كذب على جلتشات ما ادري شلون. اوكي طيارة طيارة طيرتها. اوكي وات ابي اعرف كيف طار انا اصلا. يا ساتر يا اللقطة رهيبة، اقسم بالله اللقطة رهيبة يا ساتر. وات يا عيال قسم بالله رهيبة. اوكي مسوي سكاي بيس. طيب يستخدم ظل اكيد يعني. اوكي زي ما توقعت. ليتس جو ليتس جو. يا ساتر اوكي
He died. Okay, I got the finish. Yeah, go get your teammate. ما يشوفونه؟ ما يشوفونه يا عيال. نظام غطية ولا وشو؟ كيف ما شافه كيف؟ اثنين جو. يعني لو انه واحد وما شافه اوكي بس اثنين. والله شيء غريب. طلق عليه ار بي جي شلون؟ طيب اللقطة اللي تو مو مفهومة ابدا. طيب معك لنش الله يعطيك العافية. معك لنش الله يعطيك العافية. ما شاء الله مرة ذكي. ها؟ وصل للزون يا عيال. وش الرماة زي كذا؟ والله انه محظوظ بنفس الوقت ما كان مفكر ولا وشو. اوكي هذا جاي ياخذ الدروب. اح. اوكي. طيب اتوقع بيطير نفسه بالهذا. لا يا عيال اقسم بالله في لقطات رهيبة. والله لقطات رهيبة. اوكي هذا وش دروب ولا وش؟ الخريطة ما فيها اي شيء. اوكي طلق عليه طلقة شات جن وراح نحاش. كيف شاله هو جوا؟ والله شيء غريب. اوكي بيرميها. وشلون مات؟ وشلون مات والله؟ ركبوه معه في طيارة. اوكي لقطة عادية احس. هذا مرة قوي. طيب لا بيكسر هذا بعد. الو يطلق من تحت عيال. البوت يطلق من تحت. كيف؟ والله كيف؟ كيف؟ كيف غايصين في المويه ذول؟ فين غرقت يعني؟ اوكي. الو سفينة قاعدة تطير. يا عيال الكذب. اح انا اسف جدا. هذا وضعه. اوكي على اخر ثانية لقوني. والله اني داري والله اني داري. اوكي بالباندج. اوه الباندج طير وانا اقول ذيك مرة كيف او في ذيك اللقطة. واللقطة رهيبة واللقطة رهيبة. صار بالباندج يرمي عليه. اوكي طيب كيف اختفى ذا؟ إذا جوهم يختفي. طيب جريتش عادي ترى. كم مرة صارت؟ أوكي ما يقدر يكسر. طيب ما يقدر يختفي استبد يعني ولا وش؟ أوكي طيارة. كيف مات؟ يا ساتر ما بقى له طلقة واحدة ذا يموت. الار بي جي سكت عنده بس ما مات شلون ما ادري. اوكي تنقل السفينة. يا ساتر يا ساتر. اوه دخلت تحت الارض يا عيال يا عيال مات. يا ساتر يا رب. جاب العيد نفسه مسوي حركات. اوكي اللي بعدها هاي دائما تصير فيها مشكله انه يسقع وفجاه يموت او يطيح. زي ما توقعت شيء عادي. اوكي اللي بعدها ما اقدر اوكي يقدر. طلقه جتها بس ما تدمج. حلو هاي تصير كثير. هذه تصير كثير حرفيا. بس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله مقطع عجبكم. يا ليت ما تنسون زر اللايك اذا عجبكم المقطع. تبون رياكشن اكثر اكتبونه تحت في الكومنتات. وان شاء الله عجبتكم اللقطات اللي في هذا الفيديو. صراحه في لقطات رهيبه. فبس هذا اللي كان عندي. واذا ما شفتوا بدايه المقطع اللي هو زر الانتساب وما زر الانتساب ارجعوا شوفوه. وبس اشوفكم على خير. سلام.